التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت غرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي أسر وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة احتفالية عيد الفطر المبارك والتي أقيمت في العاصمة الإدارية الجديدة. وأكد الرئيس السيسي أنه سعيد بمشاركة أسر الشهداء لاحتفال بعيد الفطر المبارك، مثنيا على التضحيات التي قدمها الشهداء وأسرهم في سبيل أمن البلاد وسلامتها. وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على مناطق متفرقة بقطاع غزة. وأوضحت مصادر فلسطينية أن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مدينة الزهراء وأحياء شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين. كما استهدفت الزوارق الحربية الإسرائيلية غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وكذلك محيط منطقة أبراج حمد السكنية غرب خان يونس. أكد الوزير في المجلس الحربي الإسرائيلي بني جانس أن الجيش الإسرائيلي سيدخل مدينة رفح. وقال جانس خلال مؤتمر صحفي في مستوطنة سيدروت بغلاف غزة إن الجيش سيعود إلى مدينة خان يونس وسط القطاع، مشيرا إلى أن القتال مستمر في القطاع بدرجات تختلف وفقا للضرورة والاحتياج. قال موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين إن قائد القيادة الوسطى الأمريكية يزور إسرائيل اليوم للتنسيق بشأن هجوم إسرائيلي محتمل. وأوضح أكسيوس عن المسؤولين الإسرائيليين أن واشنطن تستعد لهجوم إيراني مباشر محتمل وغير مسبوق بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل. وأشار أكسيوس إلى أن واشنطن وتل أبيب بحثتا خلال الأيام الماضية التحضير للرد الإيراني. أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقف إلى جانب إسرائيل ضد أي تهديد من إيران. وخلال اتصال هاتفي من وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده ستتعاون مع إسرائيل حال شنت إيران أي هجوم على تل أبيب. وأكدت الخارجية الأمريكية أن بلينكن وجالانت ناقشا أيضا الجهود الجارية بهدف إطلاق سراح جميع المحتجزين من خلال اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار في غزة. تبادل جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني قصفا عنيفا على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان. وقال جيش الاحتلال أنه تم قصف مبنى عسكري لحزب الله في عيتا الشعب أثناء وجود عناصر من الحزب داخله، مشيرا إلى أنه قصف أيضا بنية تحتية عسكرية لحزب الله في منطقتي الخيام والناقورة بالجنوب. من جانبه أعلن حزب الله أنه قصف بالمدفعية موقع السماقة في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة، ما أسفر عن تحقيق إصابات مباشرة في جنود الاحتلال. قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها تعاملت بنجاح مع 3 طائرات مسيرة انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن فوق خليج عدن والبحر الأحمر. وأضاف بيان للقيادة المركزية الأمريكية أنه تم تدمير 8 طائرات مسيرة في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، مشيرة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار لسفن الولايات المتحدة أو التحالف أو السفن التجارية. قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إنه يتعين على الهند والصين حل النزاع الحدودي الذي طال أمده بشكل عاجل. وأكد مودي أن السلام على الحدود ضروري حتى تكون العلاقات مع الصين طبيعية، مضيفا أن الهند ملتزمة بحماية سيادتها وكرامتها. وتوترت العلاقات بين الهند والصين اللتين تشتركان في حدود جبلية ممتدة منذ أن اشتبكت قوات البلدين على حدودهما المتنازع عليها في جبال الهيمالايا، مما أودى بحياة 24 عسكريا في 2020.